أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل رأى الصحابة رضي الله عنهم المسيح الدجال والدابة؟ ما ثبت شيء من هذا. يقال إن ابن صياد أنه هو المسيح، لكن هو الدجال، لكن ما ثبت أنه هو الدجال. هو موجود، ابن صياد وجد، لكن ما ثبت أنه هو الدجال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.